لأداء الهمرة على الحاجة خالدية أحمد حسن جبارين من قرية القادة بنية الشفاء والعافية. أسألك اللهم أن تشفيها، لا ضر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك ولا ابتلاء إلا ابتلاءك ولا معافاة إلا معافاتك. أنت الحي القيوم، بسم الله نقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين أو عين حاسدة. بسم الله نقيك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما وتعوضهم خيرا عن كل لحظة وجع وألم. اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما المعافاة من كل أذى أو ضر. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافها وعافها واعف عنها واشملها بعطفك ومغفرتك وتولها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك.